ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله وانا معاكم. انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاكم. انا هشور عليه بات في مطرح اللي لازم، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. الشاي مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة عندي. تقدر تدفع؟ أدفع. الليلة ب30. موافق. و60 تأمين. موافق. ماشي. هعمل لك الشاي بالرضا. اما ده حتة راجل. في كل ده عوقتي ليه؟ ايه اللي حصل؟ الراجل ده مش سهل. ليه؟ ظهر منه حاجة؟ جيت اجرجره ولقيته هو اللي بيجرجرني. قالك ايه؟ طلب مني اشوف له بياتة. قصده؟ ما تعرفلوش قصد، بس شكله دفيان قوي وعامله. شو قلتلكم؟ وده هنخليه يبرز الفلوس اللي معاه ازاي؟ تعملوا اللي تعملوه، انما قالتلي لا. ما تولي، انا بقولك اهو قالتلي لا. ويديني النبي الراجل ده لو جراله حاجه لاكون ما بلغ عنكم الحكومه. وانت بقى من انهي بلد؟ شكل لغوتك صعيدي. ايوه. خد سيجاره. ما نتكيفش منه. معاك حاجه؟ حاجتين. ولا اعرف سكته. انا اعرف. عشرين جنيه كفايه؟ 20 جنيه يا ابن والدي، دي ما تجيبش سلخ. طيب. تسلم يدك. ها. وصباح تستنى على فلوسها لبكره. وماله تستنى، احنا خلاص بقينا اهل. حضر انتوا بس القعده لحد ما ناجي. فريرة. اللي قلت لي اسم الكريم ايه؟ خلف. خلف الله. يا صباح مش هتاجي تاكل معانا؟ تسمع الكلمتين دول وتربط عليهم، عقلك يكون قالك ان صباح ليها في الخبص ولا احنا لا مؤاخذه يعني. الوكل مال ومال الكلام اللي ملهوش لازمه ده. احنا في العيش والملح. العيش والملح والجيره. الديره. الديره. صدق عندك حق، انا هروح عند الاء تيجي تاكل معانا. بركاتك يا شيخ خلف. أعز الناس بامون يا ناس، أعز البرد في الشارع وجنب الحدقة نتحرك. صاحبي مسا مسا. بصرخ ومن سهل.
احنا قلنا اكتر من العيش والملح مفيش، ده كده تصبحوا على خير. خلاص اوعى انفراخ اوعى من وشي. بس ما تشربيش خلاص خلاص، احنا نقعد نتفرفش ونهيص مع بعض، واحنا كل يوم بنسهر سهره حلوه زي دي. تعالي يلا. بركاتك يا شيخ خالد. عارف انا اتجوزت ابو شيماء شهرين وحبلت، الدكتور قال لي نامي على ظهرك وطلب منه ما يقربليش. طفش، فضلت مرميه عند امي لحد ما جبت البيت، وحصل لها اللي حصل، جه شاف رجليها وطلقني. كرهت الرجاله كلها. لكن انت لا، انا كنت عايزه اموتك بس حبيتك، ما كنتش عايزه احبك بس انا بحبك. انت عملت فيا ايه؟ يلا يلا اوصلك. تعالي تعالي. انت فيك ايه؟ تعالي بس. تعالى هنا. لا لا بلاش هنا، البت نايمة هنا، تعالى في الأوضة التانية. هو أنا اللي دايخة ولا أنت اللي دايخ؟ معلش معلش. هي دي الأوضة.